في 20 من يونيو من كل عام يحتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي، حيث تم التركيز على الحق في التماس الأمان لكل شخص حول العالم وفي أي زمان اضطر فيه للفرار، بصرف النظر عن هوياتهم باعتبار ذلك حق من حقوق الإنسان. ويركز الاحتفال بهذا اليوم على إيجاد الحلول للاجئين وعلى قوة إدماجهم، وذلك تحت شعار الأمل بعيداً عن الديار، من أجل عالم أكثر شمولاً للاجئين. هذا وتحتضن مصر 9 ملايين ضيف ولاجئ على أرضها، يعيشون وسط المصريين ويتلقون جميع الخدمات العامة مثلما يتلقاها المواطن المصري، وهو رقم يمثل 9% من إجمالي عدد السكان وحوالي 8% من أعداد اللاجئين عالميا، والبالغ عددهم 103 مليون شخص، وذلك بحسب دراسة حديثة أصدرها المرصد المصري للصحافة والإعلام. المواطنين اللي بتكلم عليهم دول اللي احنا بنمنعهم ان هم يسافروا بيقعدوا هنا في مصر. طب احنا عندنا معسكرات للضيوف، انا مش هقول اللاجئين، لكن هقول عندنا معسكرات في مصر للضيوف دي؟ لا، ما عندناش معسكرات للضيوف دي. وانا بقول للوزير الالماني والضيف الالماني اللي موجود، من فضلك انزل ونوريهم الشوارع اللي موجودة فيها جنسيات تعمل في مصر كأنها مصرية 100%. وبحسب الدراسة فإن هناك دولا بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط يبلغ عدد سكانها أقل من ضيوف مصر، لا سيما وأن مصر يقطنها 4 ملايين ضيف سوداني وحوالي 1.5 مليون ضيف سوري ومليون ضيف ليبي، والبقية من جنسيات أخرى. من مصر، طارق أحمد.